دير الشرقي 3/11/2012 آثار الدمار بالطيران الحربي على القرية 3/11/2012 آثار القصف بالطيران الحربي على قرية دير الشرقي. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. دير الشرقي 3/11/2012 لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحفرة مكان الصواريخ من الطيران الحربي. دمار هائل جراء القصف والطيران الحربي على القرية 3/11/2012 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.